مرحبا أصدقائي في فيديو جديد. الإمارات، موسكو وكييف تتبادلان أسرة. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا. سنسعد بي اشتراكك في القناة وإعجابك بي القصة ومشاركتها وتعليقك عليها. أعلنت وزارة الخارجية الإماراتية نجاح وساطة أبوظبي بشأن تبادل أسرى الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وأوضحت الوزارة ذاتها في بيان لها اليوم الأربعاء أن نجاح جهود الوساطة جاء انعكاساً لعلاقات الصداقة التي تجمع الإمارات بروسيا وأوكرانيا، والتي دعمتها اتصالات منتظمة على أعلى المستويات نتجت عنها إحدى أكبر عمليات تبادل الأسرى بين الجانبين منذ بداية الحرب. وأعربت الخارجية الإماراتية عن تقديرها لحكومة موسكو وكييف على تعاونهما واستجابتهما لجهود الوساطة من أجل إنجاح عملية تبادل الأسرة رغم التحديات التي تفرضها ظروف الحرب الحالية. وأكدت الوزارة التزام الإمارات بمواصلة الجهود الهادفة إلى إيجاد حل سلمي للنزاع في أوكرانيا، مشددة على موقفها المتمثل في الدعوة إلى الدبلوماسية والحوار وخفض التصعيد، وسعيها إلى دعم جميع المبادرات التي من شأنها التخفيف من التداعيات الإنسانية الناجمة عن الأزمة.